سيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. ثلاث محاور النقاش الليلة. في الأول محور رياضي حول لقاء المنتخب غدا بالشقيق العراق، في الثاني نبحث اجتماعيا الانتحار وما يحدث في أرقامه ومؤشراته، وأخيرا نعود للتطورات الميدانية والعسكرية على أرض قطاع غزة. في الأول لقاء هام للمنتخب الوطني للنشامة غدا أمام الشقيق العراقي على الأرض العراقية في البصرة تحديدا. ما هي الأجواء قبل المباراة؟ كيف يتعامل الشارعين العراقي والأردني مع هذا اللقاء؟ للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي المحلل الرياضي والصحفي الرياضي الأستاذ لطفي الزعبي، معنا مباشرة من البصرة. أستاذ لطفي مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد. مساء الورد محمد، شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية أستاذ لطفي، تتواجد منذ يومين في البصرة، قراءتك، ما مشاهداتك، متابعتك لما يدور هناك من تحضيرات للقاء الغد بين النشامة وأسود الرافدين. الواقع محمد احنا عندنا اكثر من نقطه نحكي فيها. موضوع اولا التوتر اللي كان موجود بين الجمهور الاردني والعراقي بعد كاس اسيا، هذه نقطه اخذت بعد استمر لفتره طويله، اشتغلنا عليها من اكثر من 6 اشهر في الاردن. البعد الاخر المباراه على ارض الملعب استاد في البصره اللي بيسموه كراج حويدر، صار معروف عندنا بالأردن أكثر، والعلاقات الواقعية على أرض الواقع للجمهور العراقي، تعاملهم مع الأردنيين والمسؤولين على الصعيد الرسمي، فنقاط مهمة جدا. إذا بدنا نبدأ خلينا نحكي عن كيف كان كيف التعامل العراقي هون على أرض الواقع، مش اللي بنسمعه، على أرض الواقع شو اللي عم نشوفه. من لما تصل المطار حتى تصل الفندق حتى تدخل أي مكان في العراق، لا تشعر إنه أنت والله ضيف، انت ضيف على هذول الناس وانت كأنك جزء من اهل البيت. التعامل بمنتهى الرقي، ابتسامة على وجههم. لما نحكي عن المباراة اكيد كل واحد فينا بهمه انه فريقه انه يفوز، لكن العراقيين اليوم بتعاملوا بطريقة كثير رائعة، وانا مرتاح نفسيا. انا عندي دعوة من معالي وزير الشباب السابق رئيس الاتحاد كابتن عدنان درجال، وهو معروف للأردنيين، هو كان قلب دفاع منتخب العراق، حضرت للبلد هو وكل الفريق تبعه، ورئيس الوزراء شفنا التصريح اللي عمله انه كل الاردنيين بيقدروا يدخلوا بدون فيزا عشان يحضروا هذه المباراه. وهذه كانت خطوه في غايه الاهميه، انه بتكسر هالجليد وبتقرب المسافات شوي. يمكن العلاقات السياسيه بين البلدين كويسه، ما فيش مشاكل اعتقد، انا مش متابع سياسي زيك، نعم، لكن رياضيا صار توتر وصار شحن، وانت يمكن عشت التجربه معنا في الفتره الماضيه. طيب سلطي، أنت تتحدث عن اليوم بتقولي هاي الأجواء المشحونة قلت، اختفت، نادرة، بمعنى أن المباراة غدا مش موجودة، بمعنى المباراة الغد ستمر دون مشاحنات بين الجمهورين. لا حيصير مشاحنات، حيصير يعني التوتر مش موجود على أرض الواقع الآن في البصرة من العراقيين تجاه أي حدا، لكن في أرض الملعب إشي ثاني. بدنا نميز بس بين شغلتين، واحد صحي من النوم وعمره ما شاف مباراة لقى الأردن بيلعب مع العراق، سواء كان عراقي أو أردني، وخسرت العراق أو خسرت الأردن وتوتر وعصب وعمل لك فيديو وصار يشتم على البلد الثاني. هذه الفئة هي اللي بتعمل المشاكل، هي اللي بتخلق التوتر بين الناس وبين الجماهير. الجمهور الرياضي فاهم أنه في فوز وخسارة، نحن جايين ومتأكدين أو متفائلين جدا أنه كمنتخب أردني راح نفوز، بس إذا خسرنا لا سمح الله الوضع طبيعي، حياة طبيعية، بدنا الحياة تستمر، بدنا نقول مبروك لكم وننسى الصفحة هاي، نطويها ونروح لصفحة جديدة، انه هاي الصفحة الجديدة بدنا من خلالها انه نثبت. تسمح لي اطفي اسف محمد؟ لا تفضل. تليفون صوته عالي. بدك تتجاوز المرحلة وتبدأ مرحلة جديدة. النوعين من الجماهير هاي هي اللي بتخلق التوتر، اللي ما بتفهم رياضة ولكنها جاية بدها تفوز بأي شكل. بالرياضة ما في دائما فوز، في فوز وفي خسارة، في توفيق في عدم توفيق. إذا بدك تحكي شوي فنيا، أنا مبارح رحت على الكورنيش ورحت لفيت ورحنا تعشينا في مكان، يا أخي التعامل مش طبيعي، ناس بمنتهى الرقي، ناس بسيطين وطبيعيين، وإيش ما كانت منصبه أو وظيفته تلاقيه بيتعامل بمنتهى الرقي معنا كأردنيين، وأهلا وسهلا فيكم وبيتكم، تبع المطعم بدوش إياك حاسب، وهذا بده يعزمك وهذا بده يطلعك، واتصلوا معك من بغداد عرفنا انه انتم موجودين في البصره بدنا اياكم. يعني لا، التعامل رائع 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 وراقي ولطيف جدا. فهذا شيء بصراحه انا بحس انه
طيب يعني خلانا مرتاحين نفسيا احنا كافراد او اكيد كمنتخب وطني. طيب الأجواء إيجابية إلى هذه اللحظة عشان جدا. أكون دقيق، لكن نعم. وأنت ترصد وتراقب وتتابع كل ما ينشر إعلاميا، يعني خفت حدة ما ينشر إعلاميا لكنه لم ينتهي بعد، لا تزال المشاحنات إعلاميا حاضرة، تتفق تختلف مع ذلك أستاذ لطفي؟ لا شوف محمد، في أنا الفئة هاي اللي أنا ما بدي أتعامل معها، اللي هي ما قادر تركب براسي، اللي هدول الناس ما لا يرى الفوز إلا من خلال فريقه سواء أردني أو عراقي، واللي هو مش عايش الجو. إحنا محمد تتذكر يمكن من شهر 6 بدينا بحملة، وأكثر من 42 إعلامي عراقي بعثوا رسائل محبة وترحيب وأهلا وسهلا فيكم على أرضكم بين جمهوركم للأردنيين، ونشرتها سواء بالسوشيال ميديا أنتم في رؤية نشرتوها، في كل المواقع تم نشرها. أيضا أردنيين إعلاميين ولاعبين ومدربين وإداريين بعثنا هذه الرسائل، والقنوات العراقية كلها بدأت بنقلها. هذه عملت لطفت الأجواء، فهموا أنه ما فيش كارثة يا جماعة، فيش مصيبة، فيش تاريخ أسود بيننا وبين العراق في العلاقات الرياضية، علاقاتنا ممتازة. المشكلة بس إذا بدك أصنف لك إياها شو اللي صار بالضبط، طرد أيمن حسين في مباراتهم مع الأردن لما جاب جول واحتفل وطول شوي، صارت مشكلة بين أيمن وبين الحكم، الحكم طرده. إحنا كأردنيين ما لنا علاقة، مشكلة أيمن مع الحكم، العراقيين مع الحكم، اللي دخل من الأردن ورطنا، إحنا ما لنا علاقة بالعراق، ما لنا، يعني المشكلة بينهم وبين الحكم، هم الحكم أسترالي من أصل إيراني، عنده مشكلة معهم، وباي ذا واي هي ثاني مرة بيعملها معهم، مش أول مرة. هاي اللي كبرت، فلما صار التدخل صار ينحكى عن الحكم. أنا ليش أدافع عن الحكم؟ في 60 داهية الحكم، هو أخذ قرار صح أو غلط، في شيء اسمه اتحاد اسيوي هو اللي يحاسبه اذا انه صح او غلط، بس ما اصير ابدي رايي اقول قرار الحكم صح لا قرار الحكم غلط. انا شو دخلني؟ بعض الاراء اللي طلعت طبعا بدها توتر الاجواء، فلذلك وبعدين بده يصير الرد، وكل واحد صار بده يعمل حاله ابو علي ويصير ترند ويسيء للبلد الاخر مشان انه يصير عنده كم من مليون متابعه وكم من مليون. هذه الاشياء اللي محمد وترتنا او عملت جو غير صحي. لكن على الصعيد احنا عدنان درجال وحسين سعيد وكل لعيبة العراق وليث حسين والقدامى والحاليين نعرفهم من زمان، والعلاقة طيبة جدا، عندنا أكثر من مليون عراقي في عمان زي أهلنا وإخواننا وأصدقائنا وعلاقتنا طيبة معهم. ما في يعني الآن مشكلة انولدت في كأس آسيا في الدوحة، هاي المشكلة. ففي عندنا حل خيارين، يا منكبرها وخلاص ومنصير عداوة، يا أنه احنا منكبر راسنا ونمسحها نشوف شو الأساسيات اللي لازم نعملها حتى نمسح هذه المشكلة. وبرأيك أن الأمور أكثر هدوءا من أجواء آسيا إن صح التعبير، كأس آسيا، واليوم الشارعين متقبلين فكرة المباراة والفوز والخسارة غدا؟ بالضبط. أنا عملت مجموعة لقاءات ونشرتها على السوشيال ميديا مع عراقيين وبمزح معهم وبضحك معهم، لا حنفوز، لا إحنا حنفوز، لا أنتوا أهلا وسهلا فيكم، إحنا حنفوز عليكم بأي شكل، هم بيحكوا لي مثلا احنا حنفوز لانه احنا امكاناتنا افضل. طب اذا فاز الاردن، طب انتم اهلنا وعائلنا وراسنا، نقول لكم الف مبروك وحنكون معكم خير داعم. يعني في صوت العقل بدا يرتفع اكثر، ما عاد زي اول، يعني ما في حديث بعصبيه. حتى الناس اللي انا بعرفهم وكانوا ماخذين موقف سواء اعلاميين او غير اعلاميين، عم براقب لقيت الدنيا تغيرت، الصوره تغيرت. وصدقني الاشياء اللي عم تنعمل هاي انه انت قادر تحسن الصوره، قادر تغير طريقه تفكير الجمهور. هذا مش احنا في الاعلام بنكون الراي العام، انت لما تعمل برنامجك وتناقش موضوع اللي بتبثه انت وضيفك والناس اللي بتناقشوا، بصير الراي العام عنده فكر، عنده رؤيه، عنده راي بناء انت بنيته عنده، انت كميديا كرؤيه بنيت هذا الراي عند الجمهور. احنا كاعلاميين بدنا نبني هذا الراي من جديد، بدنا نفرمت له دماغه اللي تركب صح، ونقول له يا عمي ما بصير، احنا ما في العراقيين طول عمرهم اهل فضل وخير علينا، واحنا الامير علي بن حسين راح لاستاد البصره ومن 2012 وكان السبب في عوده الملاعب العراقيه انها تستضيف مباريات، كان فيفا عامل عليهم حظر. فالامير علي هم مش ناسين له، حتى الناس اللي بعثوا لي الرسائل اشخاص كبار سواء بالاتحاد او اداريين او دكاتره واساتذه الجامعه، انه بيذكر انه احنا ما بننسى فضل الامير علي بن حسين،
انه هو السبب من عوده الرياضه العراقيه الى الساحه العالميه، انه سمحوا للعراق ترجع تلعب كره قدم على ارض، ولا بالاول غير انها محرومه، انه صار يسمح لها. كانوا بدهم يلعبوا، بتتذكر في فتره من الفترات قديما كانوا يجوا يلعبوا عندنا باستاد عمان كل مبارياتهم، صحيح، تصفيات اسيا، تصفيات كاس عالم. الان هم مش ناسين لعلمه، بيعتبروه انه فضل للاردن ولسمو الامير علي بن حسين. فهذا كثير كويس، احساسهم معناته احنا الرساله واصله، ولكن احنا عارف زي اللي هو واخوه اللي ابن عمه متخانقين، بس بدك واحد يكلم الثاني او يصير رابط بينه. فاحنا دورنا انا وانت وكل الاعلاميين الاردنيين انه نبث الايجابي، نبث الروح الحلوه، نبعث هذه الرسائل انه اهلا وسهلا فيكم، طب بكره انتم جايين على الاردن 100 اهلا وسهلا، بيوتكم وارضكم واحنا اهلكم، واحنا علاقتنا فيكم ممتازه. وحتى لما بدنا نزعل محمد او نعتم مع بعض، يا اخي ما نشتم، يعني نقول انه المباراه الحكم فيها ظالم، نقول انه احنا ضاعت لنا ركله جزاء، نقول نحكي، بس يكون الكلام في منطق وتراعي مشاعر الاخر. يعني جبر الخواطر مهم كمان، احنا بنضل اهل وجيران ويا هم عندنا يا احنا عندهم، بدنا نجبر خاطر بعض. في 60 داهيه مباراه كره خسرناها او خسروها، طبعا ان شاء الله احنا نفوز بالاخر، هذه امنيتنا وطموحنا. فنيا من تقرا الاقرب للفوز؟ المنتخب العراقي جاهز، المنتخب والنشامه جاهزون، اسود الرافدين جاهزين، النشامه جاهزين، والمباراة يعني أختلف على تسمية مصيرية، لكنها هامة للفريقين. هي مش مصيرية طبعا، هي مباراة مهمة جدا، مباراة فيها 3 نقاط. ليش مهمة؟ لأنه كوريا متصدرة عنا وعن العراق، فبالتالي إحنا 7 وهم 7، اللي بفوز بصير أقرب، خلاص بصير يعني بده كمل، مش خلاص بده يروح ينام، بده يضل يفوز بالباقي. الأردن جاهز وقادر، عودة موسى، يزن جاهز، يزن عرب، كل علي علوان، كل الأسماء اللي عندنا ممتازة. في عندهم نقطة ضعف وهي أقوى نقطة قوة عندهم بنفس الوقت، أيمن حسين اللي هو الهداف اللي هذا نزل عليهم من السماء بصراحة، بعد مباراة الكويت صار عنده مشكلة بالقلب وأخذوه ودخل مستشفى، وكانوا الكويتيين رائعين بصراحة بهذا التصرف اللي عملوه. أيمن رجع، ولكنه أنا كنت مبارح مع يونس محمود نائب رئيس الاتحاد، وانتم عارفينه اللي جاب جول الفوز للعراق بآسيا 2007 وفازوا بكأس آسيا، كان بيحكي عن في حذر شديد، قال كان بيطلبوا انه ايمن يجلس، بس انا بقول يلعب، بس ممكن ما يلعب 90 دقيقة، ممكن يلعب شوط، ممكن يلعب 70 دقيقة، لانه رجع بس ما رجع بالفورمات الاصلية تبعه اللي هي قبل اول. هو رجل مقاتل ممتاز، عنده قامة ما شاء الله، كل امكاناته ممتازة الولد، وبيخوف صراحه بيخوف، فلذلك هذا اللي زيه ما في مزح معه، اللي بدك بده الكنترول يكون عالي جدا، بانك بس ما تعطيه الفرصه يسجل جول. شايف هذه نقطه القوه، ولكن الضعف الخوف عليه صحيا، وان شاء الله يعني احنا بنتمنى له انه يرجع زي اول واحسن واموره تكون ممتازه، لانه لاعب خلوق ولاعب عربي بيضل بالنسبه لنا بهمنا انه يكون بوضعه الممتاز. فرصه الاردن ممتازه، فرصة الأردن الآن الملعب إذا أجا 60-70 ألف متفرج، إحنا إلنا 6000 محمد، كل ما زاد الجمهور العراقي، كل ما زاد الضغط، لاعبتنا بيستمتعوا يلعبوا تحت الضغط، يعني هذا ما بيخوف، إنه إحنا مش على أرضنا وبين جمهورنا. نعم، جمهور منافس، جمهورنا إحنا بدنا جمهور كبير وجمهور معبي الملعب يهتف إلنا أو ضدنا، فهذا بيستفز لاعبتنا وبيقدموا أداء أفضل، فما في خوف على المباراة. أنا متفائل بإذن الله بالفوز، إلا إذا في معطيات فاجأة، غلطة من مدافع، ركلة جزاء صحيحة أو مش صحيحة، هذا اللي بخوف. ومش شكلان هم التحكيم، اليوم كان اجتماع اللجنة الفنية أو حضرنا الاجتماع معهم، وكانوا بدققوا على بعض وحكوا بعض ملاحظات خاصة لمدراء الفرق وللمسؤولين. المعنويات عالية ومنتخبنا قادر يفوز حتى على أرض العراق، والعراقيين من جوا خايفين جدا من منتخبنا الوطني، خايفين وحاسين قديش إمكانات، خصوصا بعد ما شافوا بكأس آسيا شو اللي عملنا. أهم من هيك، في إشي يولد الاستقرار في الأردن، وهو وجود مدرب جمال السلمي، رجل عاقل فاهم متزن عارف شو اللي بيساوي. لما خسرنا بعمان قال أنا بتحمل مسؤولية، شال كل الضغط اللي على اللعيب، وامتص ضغط أو عصبية غضب الجماهير. نعم نعم، فالرجل عاقل، وأنا معجب جدا بشخصيته، يعني عموتك كويس، بس هو أستاذ عموتك، هو اللي الأحسن من عموته بمئة مرة،
مش تقليل من عموته، بس هو افضل. يعني هو كان الخيار الاول قبل يجي عموته، لكنه الان اجى بالوقت المناسب. بدنا نعطيهم فرصه، يعني بدك، يعني انا وانت بدنا نفوز، بدنا نفوز ونتاهل خلص. هذا المدرب لما بتصير غلطه او بتصير موقف، يا اخي خلي عندنا بعد نظر. ما احنا، ما تجربتنا مع عموته اذا بتتذكر اول 5 6 مباريات منتخبنا كان بيتعادل وبيخسر، وما جبنا ولا ما عملنا ولا شيء. بعدين لما دخلنا التصفيات بدعنا، تصفيات كاس العالم بالبدايه وكاس اسيا، شفت لوين وصلنا للنهائي. لذلك بده يكون عندنا نفس وبعد نظر، انه نستنى شوي، ما تستعجل. اوكي اذا خسرنا هاي المباراه ما خربت الدنيا، لسه قدامنا فرص. لا سمح الله اذا ما جبنا اول وثاني وتاهلنا في ملحق، بس ما بدنا نروح للملحق، مش انه نصير ريلاكس. لا ريلاكس، بدنا نعرف انه بدنا نحسم هلا ويكون عندنا القرار باي شكل من الاشكال، انه احنا لازم نفوز، لازم نتاهل، وهذه فرصتنا الذهبيه انه نوصل لكاس العالم لاول مره بتاريخنا في الاردن. نعم، اشكرك كل الشكر الاستاذ لطفي الزعبي المحلل الرياضي والصحفي الرياضي، كنت معنا مباشره من البصره. كل التوفيق للنشامه غدا، ونامل ان تمر المباراه بكل الخير، وكل التوفيق ايضا لاسود الرافدين في لقاء الغد. مشاهدينا فاصل قصير ثم ننتقل لملف اجتماعي والحديث حول حالات الانتحار ارقامها ومؤشراتها اجتماعيا.